5000 طن من بودرة الحليب هي الكمية الإضافية التي ضخها الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته خلال شهر رمضان على مستوى الملبنات الموزعة عبر التراب الوطني بهدف توفير أكياس الحليب والحد من ظاهرة الطوابير الطويلة. هناك عمليات قام بها الديوان وهو من خلال ضخ كمية إضافية من بودرة الحليب. هذه الكمية الإضافية والتي تقدر بحوالي 5000 طن فتم توزيعها على معظم الملبنات الموجودة على المستوى الوطني، وهذا لتقليل من حدة ولوفرة أكياس الحليب. من جهتها أرجعت الفيدرالية الوطنية لموزعي الحليب ندرة أكياس الحليب والطوابير الطويلة إلى سوء التسيير وضعف المخطط المنتهج من طرف وزارة التجارة في توزيع أكياس الحليب. وزارة التجارة نشأوا نقط بيع، والنقط بيع هم اللي يديروا الطوابير هذوما. اليوم تلقى نقطة بيع ما هي إلا شاحنة تشحن وتخرج للشارع وتبيننا باللي أنا يعني دولة متخلفة فوق الرصيف أن كيلومتر تاع غاشي. موضوع تاع اللقاء هو التكفل بمطالب والانشغالات موزعي الحليب واحدة، اثنين مطالب موزعي الحليب في هذا الاجتماع كما يلي: مطالبة بحوار مع وزارة التجارة لتهدئة الأوضاع، ونوضع رزنامة للتكفل بمطالب الموزع والمستهلك. وتبقى معضلة ندرة أكياس الحليب المدعم قائمة إلى حين إيجاد حل لهذه الأزمة التي تعود في كل مرة وفي كل مناسبة، في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الفيدرالية الوطنية مع وزارة التجارة غداً.